Angels Fan. Angels Fan. Angie Down. The paradise you've always dreamed of has a special friend for whom the moment to grow up is there, and so she has to leave. For the challenge is hard, but the warm is her heart. And without all your fears, the reward's on the way if you keep having faith. You're gonna learn to fight with an angel and an high-speed guide. She's gonna read your mind, protect you from the devil's might. Even if you feel safe, don't you know that there's a danger hiding? You can just make it through with love and an angel's guide. راف، استمعي إلي. راف، لا تفعلي ما أنت عازمة على فعله. ابتعدي، دعيني وشأني. لكنك أنت التي تزعجينني. من أنت؟ ستجدين الجواب في أعماق قلبك. أنا مشوشة جدا. قريبا سيصبح كل شيء واضحا أمامك. لماذا عساي أصدق صوت امرأة غريبة؟ أهم شيء هو أن تثقي بنفسك. يوماً ما سنلتقي وسط الظلام. مهلاً، مهلاً، أين أنت؟ أرجوك أن تجيبيني، أرجوك. انتظري، أرجوك لا تغادري. راف، هل تسمعينني؟ أنا هنا راف، هل تسمعينني؟ كان هناك صوت امرأة، كانت تتحدث إلي أنا، لكنني لم أسمع شيئاً. انتظر، ماذا حدث لكل تلك الصور التي كانت هنا؟ إنها رينا. أجل، إنها رينا. هل أنت بخير؟ تقريباً، أنا مثلك. الصور، صور الناس الأرضيين، من قام بنقلها؟ وأنتما، ماذا تفعلان هنا؟ لقد ساعدني على دخول الغرفة وأنا... أخبريني كيف عرفتما كلمة السر؟ سمعتك تتلوها ذلك اليوم بينما كنت تفتح الباب. ولكن أين ذهبتما بالصور؟ راف، لم تمس شيئاً، رينا فعلت ذلك. هذا أمر مستحيل. هذه هي الحقيقة، فبعد أن دخلنا إلى هنا لحقت بنا مع خادمها مالاكاي، قتلناهما، لكن قتالهما كان قوياً، ثم سرقت الصور. سرقت الصور كي تنتقم من الطيبين والأشرار. هذا سيء جداً، لقد أصبح كل البشر تحت سيطرتها الآن، وهذا خطير. لقد نجحت. لقد انتظرت طويلاً جداً كي أصل إلى هذه اللحظة، وأخيراً تحققت خطتي وتمكنت من الانتقام. لقد أصبح العالم بين يدي، ولا يمكن لشرير أو طيب القيام بشيء. لماذا ما زلت هنا؟ انتهى عملك، هيا اذهب. لن تدخل الغرفة من دون إذن مني. حسناً، حاضر سيدتي، ولكن... لكن ماذا؟ بعد أن أحضرنا كل تلك الصور إلى هنا، أخبريني كيف سنتمكن من الدفاع عن أنفسنا سيدتي؟ الدفاع؟ لماذا قد أفكر في ذلك؟ لأن الطيبين والأشرار سيقومون بمهاجمتنا، سيحاولون استعادة الصور. حسناً، إذن أنا بانتظار محاولاتهم الواهنة تلك. هي، أين الجميع؟ ربما هناك عطلة. لا يوجد أحد من التلاميذ في الصفوف، ولا حتى في الكافيتيريا والأروقة، ولا يوجد أحد في الحديقة ولا في الملاعب. لكن كيف يعقل هذا؟ ربما يشعرون بالمرض. جميعهم؟ لا أعتقد ذلك. أجل، أنت محقة، هل تفكرين فيما أفكر فيه؟ أجل أوري، هذا ما أفكر فيه. هيا بنا، يجب أن نتحرى الأمر. نحن نتحرى، ولكن كيف نتحرى عن الأمر؟ هي، انتظراني. هل شرحتما لي ما الذي يحدث؟
لست واثقة كيف حصل ذلك. إذا حدث شيء للبشر فالأشرار هم وراء ذلك. أنت محقة، لا أحد يعرف ماذا قد يكون فعله. هذا ما يجب أن نكتشفه سويد. يجب علينا التوجه إلى منازل البشر. انظرا هناك. إنها جينيفر. تبدو كما هي دائماً. لا أعتقد هذا. انظري إلى عيني. نيكي على حق. انظري، تبدو وكأنها منومة. كابيريا، ماذا فعلت لجينيفر؟ لا دخل لي بهذا، إنها كذلك منذ الصباح. أنا لا أصدقك. لكنها الحقيقة، غادرت المنزل من دون أن تتكلم. أعتقد أنها ذاهبة إلى مكان معين. إن كانت مزحة فأنت لست مضحكة. مناقشتها لا تجدي نفعاً. يجب أن نحاول فعل شيء من أجل جينيفر. أنت على حق. إن كنتما لا تصدقان أخرجها من حالتها، وإذا استطعتما فسأكل قرون. أقترح أن تجهزي نفسك إذن. قوة التحول. للحماية والحراسة. واو، زي تلميذة جديد وغير متوقع. دعيها تقم بعملها. إنها لا تعمل بل تهدر الوقت. هذا يكفي، أعطياها فرصة كي تكتشف ما الذي يحدث. مرحبا، ألست جينيفر؟ تماما كما أخبرتكما. أعذريني جينيفر، كنت آمل أن أخذ منك دروس الرياضيات التي كتبتها. قلت لكما لن تتمكن من فعل شيء. هي جينيفر. لا أعلم إن كانت حتى سمعت كلمة مما قلته. أين هما الفتتان التوأم؟ غيليا وهالين. ماذا فعلت لهما؟ لا شيء، لم أجدهما في المدرسة فتوجهت إلى منزلهما. عندما وصلت إلى هناك رأيتهما تخرجان. بدا وكأنني أنظر إلى آلتين. إنها نفس مشكلة جينيفر. إدوارد فعل الشيء نفسه، غادر هذا الصباح من دون أن يقفل البوابة وراءه. لا أفهم ما الذي أصابه. مهما كان الذي يحصل للبشر فإنه قوي كفاية ليؤثر فيهم جميعاً. هي، هل لاحظت الزحمة هنا؟ ما الذي تحاولين قوله؟ هناك دائماً زحمة سير هنا؟ لا يبدو وكأن هناك أي حياة هنا. فلنعد إلى المدرسة ونتحدث إلى أركان وتامبل أيضاً. ماذا أيها الضفدع؟ ماذا هناك مضيئة؟ ما الذي جعلك تعتقد أنني طلبتك؟ إن أستاذانا يدعواننا إلى اجتماع، يريدان أن نأتي إلى القاعة الكبيرة. نحن نعاني وضعاً صعباً ومأساوياً. لقد دعونا إلى هذا الاجتماع الطارئ لأن الأمور تفاقمت بشكل غير متوقع. هل تعني أنها نهاية العالم؟ أسوأ من ذلك. أسكتي، استمعي وعندها سترين. قامت السجينة رينا التي سبق أن عرفتم بقصتها بسرقة صور البشر. يجب أن نجد طريقة لإيقاف هذه الكارثة وإلا تدمر كل شيء. يبدو أن قوتها أكبر مما توقعنا بكثير ولم نكن ندري. لكن كيف تمكنت من فعل ذلك؟ سرقة الصور تعني تجريد سكان المدينة من إرادتهم الحرة، أصبحوا كاللعبة في يدها. هذا يفسر تصرف جينيفر. ماذا تقصدين؟ كانت تمشي وكأن أحداً يديرها، لم تقل شيئاً ولم يكن على وجهها أي تعابير، ولم أستطع فعل شيء أبداً لها. إدوارد تصرف بنفس الطريقة. والتوأم، هذا ما كنا نخشاه، أصبحت رينا الآن تسيطر على البشر. كيف قامت بسرقة الصور؟ أجل، كيف تمكنت من دخول غرفة الصور؟ عليكم أن تسألوا راف وسالفوس، هما من فتحا الباب. لم نكن نريد ذلك، لم نكن نعلم أنها تلحق بنا. جهلك لهذا الأمر لا يغير حقيقة ما قد حصل، صحيح؟ هل هذا صحيح راف؟ هل أنت فتحت الباب؟ لكن لما يا راف؟ هذا ما نأمل أن نعرفه، لكن لا تريد التكلم. كذلك سالفوس قرر ألا يتحدث بهذا الشأن أبداً. بإمكانك أن تخبرين راف، لما أردت دخول تلك الغرفة؟
كل ما أردته هو رؤية والدي. هذه العلامة منهما، والد الحقيقي وأم الحقيقية، والدي بشريان. ماذا؟ هل هذا معقول؟ أجل صحيح، والدليل على كوني بشرية موجود هنا على رقبتي. راف، اشرحي أكثر. أشرح؟ لماذا لا تشرح لي أنت السبب الذي دفعك إلى الكذب علي؟ اهدئي أرجوك، فهمك خاطئ. إنها رينا، صحيح أنها فازت عندما دخلت ورائي إلى الغرفة، لكن أي من هذا ما كان ليحصل لو أن أحداً أخبرني بالحقيقة. لم تأتي اللحظة المؤاتية بعد. ومتى تأتي تلك اللحظة؟ أخبرني، أخبرني. عندما تكوني جاهزة لتحمل الحقيقة. الحقيقة؟ أية حقيقة هذه؟ رينا كذبت، وأنت أيضاً، ولازلت حتى الآن لا أعرف أين أبحث عن الحقيقة. راف، إلى أين تذهبين؟ بعيداً عن هنا. لا يمكنك الذهاب. هذا مضحك، الشخص الذي يحاول إيقافي هو شرير، ربما ستدركون أنني لست طيبة حقاً. سأكون أفضل إن لم تزعجوني. راف! حسناً، دعوها تذهب، إنها غاضبة الآن، تحتاج إلى معرفة نفسها. لكنها لازالت صديقتنا. أجل، لكن لا يوجد ما نفعله من أجلها الآن. عليكم البقاء داخل المدرسة، الوضع خطير. خطير؟ أجل، لقد اجتمعنا بالهيئة العليا وهم يحضرون الآن لمعركة. نتحدث عن حرب؟ لكن نحن من تسبب بهذه المشكلة، وقد تم تعييني لقيادة معركة الطيبين ضد رينا. وبما أنهم سيتعرضون للهزيمة، فلا شك في أنهم سيحتاجون إلى مساعدة مدينة الأشرار من أجل وضع نهاية لهذا. سنحارب جميعاً عند الحاجة، لكن يجب أن نعيد الصور إلى مكانها الصحيح كي ينتهي الأمر. أذكركم بعدم مغادرة المدرسة لأي سبب كان. إذا أردتم مشاهدة المعركة، تذكروا أن هناك نوافذ في صفوفكم، تواصلوا معنا من هناك. لقد أوشكنا على البدء، أشعر بذلك، المعركة على وشك أن تبدأ الآن. والآن ماذا ستفعلين سيدتي؟ جهز نفسك. أنا؟ أجل، أنت وحدك ستواجه الطيبين والأشرار أيضاً. The moment to grow up is there, and so she has to live.